أنا اسمي عبد الله، ماما شجعتني على الادخار عشان أجيب الحاجات اللي بتلزمني، فمثلا مرات بادخر مصاري وبفتحهم في آخر الفصل وبشتري فيهم حاجات هيك بتلزمني، كتب بجيب من الكتب هدول طرق لحاجات أنا بحب أسويها، يعني زي مثلا تلوين والحاجات اللي هيك. أنا بحاول أشجعه يعني قد ما أقدر على الادخار، لما بيطلب مني شغلة تكون من الكماليات بحكي له حوش بحصلتك أنا بزيد لك عليها بجيب لك إياها، فهذا نوع من التشجيع يعني على الادخار، على الادخار والمحافظة على المال. أنا مش من النوع اللي ممكن أخليه يعني يشارك من مصروفات البيت، بحكي خلاص يعني هاي الأمور للصغار صعبة أو مش مناسبة يعني لطفل عمره 10 سنوات أو 11 سنة، فبحاول يعني أبعده عن هذا الموضوع. لكن في حال هو حب يشارك أو بدي أشتري إشي بدي هاد أو سألني إنه معك مصاري معكش مصاري قديش معك مصاري، ممكن أجاوبه بهاي الأمور، أو قديش راتبك قديش بتاخدي يعني من شغلك من إشي، ممكن أجاوب بهاي الأمور. هو غالبا لما بحوش بالحصاله بطولهم بتوجه للمكتبه بيشتري غراض قص ولزق وهاي الامور، بحب هاي الشغلات وبحب يشتريها من فلوسه.